لا حقيقي منورنا، وانا اول مره بالليل طبعا احنا مع بعض على طول الصبح. سعيده ان احنا كمان نتقابل بالليل وفي بيتنا اكيد، ومع كابتن اسلام حاجه اكيد اضافه كبيره وفقره جديده، واحنا اكيد هنتكلم في تحليلات مختلفه. برحب بحضراتكم، بس خلينا بقى نبدا كده ونخش في فكره هنا التوقيت. يمكن ده اتكلمنا فيه قبل كده، بس مهم ان احنا برضو يعني ناكد مره ثانيه فكره التوقيت بتاع البطوله، وبنتكلم عن برضو بطوله افريقيا. ويمكن ده برضو احنا لو هنحسبه اللي هي زي ما بيتقال بروز اند كونز، او يعني المميزات والسلبيات، لا دي اكيد سلبيه كبيره جدا جدا لينا. زي ما قلت يا نهواند كده التوقيت، ويمكن اسلام في كل برامجه اللي كان بيطلع فيها، وانت كمان كنت بتطلع في برامجك كنت بتتكلم على التوقيت، كان مهم جدا بالنسبه لنا. بنورته يا كابتن. بصراحه يعني، ويمكن كابتن كمان محمود الخطيب يمكن كمان قطع شوط كبير جدا في موضوع التوقيت ده، ويمكن وصل للفيفا ووصل لاتحاد الكوره والاتحاد الافريقي، لكن مع الاسف يعني الناس خذلونا في الاخر. ويمكن اخر حاجه كابتن احمد مجاهد قبل ما يمشي رئيس الاتحاد السابق يعني كان طلع خبر كده يعني ادانا امل ان النادي الاهلي هيلعب في بطوله الانديه العالم مع كامل نجومه الدوليين. فيعني كنا نتمنى ان الخبر ده يكون حقيقه، لكن مع الاسف مرت الايام ومرت الوقت، لعيبه المنتخب رحلوا للمنتخب، وطبعا بنبارك لهم بشكل كبير جدا على المشوار اللي وصلوا له. وفي نفس الوقت احنا يعني فقدنا اللعيبه الدوليين في اول مباراه القادمه غدا بالنسبه لنا، لكن عندنا امل كبير جدا 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 في اولادنا اللي موجودين الحالين، اللي هم بيجمعوا بين الخبره وبين الشباب.